بالمرتبة العاشرة فرق السماء والأرض بينك وبينك عشقت أنا فيك الزين والشين ذمتك وش جابك. بالمرتبة التاسعة تقريبا الكل ما وفى وما حس سأل عن حالي آخرهم أنت للأسف راح التعب على الخالي واللي من أول غدر ما يوفي. بالمرتبة الثامنة من ورائي قالوا أشياء له من قالت أمامي وش يهم القلب دام اللي حكوا به من وراء الدليل إني. بالمرتبة السابعة لو يعيد الوقت لحظات اللقاء بعرف ان ايام عمري في شقاك وش يرجع. بالمرتبة السادسة لفوا علي بالجريح بس رجعتها بطيبة دهت علي يا بشر الذيب من الذيب. بالمرتبة الخامسة الرابعة وانت هم تنس ضحكتك حيل حلوة والله لو احكي لك تقولين ابالك الكون وانت بعيد عن. بالمرتبة الثالثة وانا يعني من اللي غيرك من اللي غيرك لاجل ازعل ثم اروح وانا اصلا اللوار. بالمرتبة الثانية هاي قومي 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 رقصي وريهم جمالك يلا انت يا بنية قوم قومي 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 رقصي. بالمرتبة الاولى تبي تعرف احبك ليش وفي كارتب احزاني انا احبك عشان اعيش وما عندي. يمكنكم التصويت لنجمكم المفضل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الظاهره